بون سيلي كوني لازال ساقط على الارض. كان تدخل قوي من طرف مدافع الجيش الملكي والهدف هدف التعادل هدف التعادل للجيش الملكي من خطا دفاعي غريب للغايه. الجيش يصل لمرمى الحارس طارق الجرموني بهذه الطريقه بتسديده غلطت الجميع وفاجأة الكل بالمركب الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط. الجيش امن بكامل حدوده لغايه الدقائق الاخيره ليسجل هدف التعادل عن طريق جواد مندوش بعدما سجل العام الماضي يعود مره اخرى ليسجل هذا العام في طقوس مغايره تماما للاعوام السابقه. سنتابع الاعاده للهدف جواد ودوش سددها طارق الجرموني لم يقوى على صد الكرة الأخيرة التي تهوت في مرمى فريق رجاء معلنة عن هدف التعادل.